تطمينات مدير التجارة بولاية ورقلة قابلها تهافت كبير من طرف المواطنين على مادة السميد التي باتت تشهد ندرة حادة بالمحلات التجارية. كل الدنيا قربت والله ما ينش عارف. يعني الإنسان شوية كما يحس فيه، خاصة التجار تعس في أيام كما هذه، يسكروا عليهم ومن بعد ولا يبيعوه بالبيسط، ومن بعد ايام يعودوا يبيعوا لنا فيه احنا 180 190. اللي راه المحلات كل القرو سيرتو القرو كاملين راهم معمرين، القرو راهم كاملين معمرين، راهم فرغوا كاين اللي نروحوا له يقول لي ما كانش دقيق، واللي نسقسيه يقول لي ما كانش دقيق. لهفة المواطنين في اقتناء مثل هذه المواد الاستهلاكية وتخزينها بدون عقلانية ساهم بشكل كبير في خلق أزمة حادة في هذه المادة الأساسية. يعني عندنا يومين من اللي سجلنا هذا النقص، والنقص هذا كان حاد في مادة السميد، يعني حيث سجلنا ندرة من أمس اليوم، ندرة تامة في هذا المادة. نحن نحاول إن شاء الله يكون المواطن تكون عنده نسبة من الوعي، هو اللي يحاول يرشد نسبة الاستهلاك، لأن المنتوجات راهي متوفرة ما عندناش مشكل. الإنتاج اليومي عندنا مطاحن تنتج على مستوى الولاية وتلبي احتياجات سكان الولاية، والباقي يصدر إلى ولايات أخرى. اليوم أعطينا تعليمات باللي المنتوج تاعنا المحلي يقعد في ولاية ورقلة، وعلى هذا نزيد نطمئن المواطنين مرة أخرى باللي مادة السميد متوفرة. وفي انتظار التحلي بروح المسؤولية للمستهلك، يبقى لزاما على الوصاية تفعيل أدوات الرقابة.